الناس يا رسول الله علمني الإسلام يعني ذا شو ذا الإسلام هكي إفكاس خلاصة يوم بول الناس قل آمنت بالله ثم استقم واسقمكي اسقمكي ذي كلش بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم استمر ربي في اللون هذه الحلقة العلمية ومن فكان يسم لوقام داوذغ يثمثن ثذويل تاقين غل الحصة يقين غل البرنامج يقين غل الحلقة العلمية ساعة طاس من الأهداف هذا إسوي يمزورون الهدف الأول لفذغة الاستقامة خطر مدنني الوقام معنى الاستقامة نكون ذي سورة الفاتحة نقار اهدنا الصراط المستقيم إثقفالي ثقارنا كيوا ربي قفريد السلامة وثكين داما الصراط المستقيم أذريذي اللوقام ذيم كل شيء ثم زواروث ذي الرأي أي قارني مغارن زيه قارن كل شيء تنوزو ذي السواق سوى الرأي ولاش السوق إزنوزون الرأي الراي ذا الرزق الراي ذا الروج الراي ذا الكنز قران ما إلا غمذان الراي نس مستقيم يقرز الرئيس أربي الحمد لله أديني أثن يسعى الوقام ذو قول لغيس ذي العقليس ذي المخيس ثورة ذي سوذر في النغ ذي سوذر في النغ ذي الحياة النغ ما إلا ثوعيض السمحثية تهضر ذاك ذيون أستفك ضوالك ديروال أتفض الله يبارك التواصل يقرز يفهميك تفهمات الخير أربح خطر الميزان نون يمقارب إلا ثل الاستقامة ذي علم الرياضيات ما سينض واحد زائد واحد يساوي اثنين لو كان أخين ثلاثة سينض خلل واحد زائد واحد يساوي اثنين ما إلا ألاغ المخ يخدم طريقي يلهان يقرزن أدنيني فلان مستقيم في رأيه المتنبي شاعر الحكمة هذا هو الشيء الدونيث يخذ من السفرة في الحكمة من سا لكن دنان المحققون إناد الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي في المحل الثاني لكل استقبالي نقار ولاش السوق زنوزون الرأي الاستقامة في أي غرز ورغ ذي القلاغ ذي العقل خطر نسيد كل شيء ميزاغ ربي في سائر الموجودات في العقل لانت أربع موجودات لانت الجمادات مدينة الجماد ذا زروم ذاكال جماد يسعى خصائص دي كاركتيرستيك فوق الجماد إلا النبات الحشيش الطجرة مدينة الطجرة تسعى الخصائص وسنت سعرة وزرو أنا لي شوية أنروح الحيوان أكذ الذيور طيور الذيور الحيوان أزقر وفريش وقذقياك يعني الحيوانات سانت خصائص وثنتي سعي لا الجماد أزرو ولا النبات ولكن تميز بها سبحان الله من بعد الناس نكوني بني البشر نكوني المخلوقات الكائنات يعني نكوني بني البشر سبحان الله إفكي ربي العقل وربي في ذريث دي القرآن أكثر من ألف مرة بشغ ديني العقل يسعى مازال باش أنستخدم العقل نغ وثنحرز أدفتغ مثلا أمذيا أمذيا معناها مثل أن إكزومبل أمذيا ربي مدينا في صورة فصلت الآية 53 يناد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سوى لغيك بنادم سلعقليك
ما تسمقرض إثران أقور يطيجي جنوان ثمور ثقي لفحور لذيور أتسوح ضد ربي سبحانه وتمنض وتوضضر في ذتس. المعنى الإجمالي للآية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فقي سورة فصلت الآية 53 ذي سورة ياسين الآية 36 ربي ناد سبحان الذي خلق الأزواج كلها يعني انبثاث الزوجية في الكون بني البشر إلا ذكرك ذي أنثى ذكر أنثى ذي الحيوان ذي الذيور في جميع العوالم أي النظرين والنظرين خطرك انت فغوث الله ثموسني ثموسني بومذان أريزميرارا ومذان أديني نسن كل شيء ذا المحال ذي لم يدين ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ثموسني ونيك أد المجمع ذي شويط ثموسني إيموسناون يك ذي حريش الدنيث أما ذي الأسترونومي علم الفلك أما ذي الجيولوجي علم طبقة الأرض أما في علم الطب لا ميدسين أما ذي علم البيولوجيا البيولوجيا وعلم الحياة والإحياء أما ذي الجغرافيا ذي التاريخ ذي علم النفس علم الاجتماع أو ذاك العلوم. إذن دولغ الآية سورة ياسين الآية 36 ربي ناد سبحان الذي ما تسلم كلمة سبحان للتعظيم أتوعد حاجة مقرصة دين سبحان الله أما ذا ذرار سبحان الله كلمة التسبيح هذه تفيد التعظيم أن عظم ربي سبحانه عز وجل إدينان سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون أي غير دين ربي ومما لا يعلمون باش نفهم باللي إلا وين نظرة إلا وين نور نظريارة إلا وين نسن إلا وين نور نسينارة أي نور نسينارة أكثر بين نسن وثقية كل مفهومة ذنسا إديوسان ذي الآية دين ربي وما أوتيت من علم إلا قليلا بعد مغدنا وفوق كل ذي علم عليم مد في ذرغ الآية يجي سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ثقيت شوف ذقيوث الآية نظن ذي سورة الذاريات الآيات 49 الآيات 49 أربين ومن كل شيء خلقنا زوجين وثقي في حد ذاتها إعجاز كبير انبثاث الزوجية في الكون باش يستمر هذا الكون إلى أن يشاء الله أخطر أولاد الكون قد يسوس تكفو الدنيث تسنير الدنيث لا يجد النير أتربي ذي نغ باش نستخدم اللغ النغ نستخدم العقل النغ أدوغ الآية ثانية وهي كثيرة في سورة الذاريات مدام في ذرقتيد سورة الذاريات الآية السابعة الليالي السبعة غشو دين ربي والسماء ذات الحبك أمشي تفنى ربي سبحانه عجب سبحان الله الآية السابعة طبعا ماشي دي التفسير باش الطولة وسطويل غارة دي عدير كانك بسرعة إشارات الآية السابعة ربي ناد والسماء ذات الحبك أنروح المذ الآية 20 ربي هضرد فكال القاعة الأرض إند وفي الأرض آيات للموقنين من هضرد في الأرض أتوح ذو ربي إزمرت غر سمحتي ونقارن جيولوجيا علم طبقة الأرض يسن تموسني يستفلح فيس يسعى الأدوات سري غر طبقة الأرض خير نغياك أدف ضوايض النظام ذا فلاح ذا فلاح ولا ننسى أذي غر الأرض قيس موسنيس
تمزور في السنكال يصلحن التجرة ذاشون التجرة يصلحن الزريعة ذاشون الزريعة سوى شو عن طريق التجربة ذا فلاح وسبحان الله ذا قد نفعن يرذن ذا قد سمزين ذا قد دلع ذا قد طماطيش ذا قد معنى وقذا فلاح عن طريق التجربة يوض بشذي السينة خال تغير بث السغفة خال هثني غرات أدس اللي مختصين في علم البحار ذي البحور ذي الأنهار كل يونا ذي غر يمدينا ربي وفي الأرض آيات ذي السيني آيات للموقنين سبحان الله ذي القاعة يجي نفنا الجوامع نفنا خامن اللوزينات الحضارات الأرض كلها والزرام ذا تساوي الأرض بارابور للمجرات النظام للكواكب النظام لا حول ولا قوة إلا بالله. الآية 20 وفي الأرض آية للموقنين. الآية 21 ذا دين ربي سبحانه وفي أنفسكم أفلا تبصرون إذ ملكني ونغرغارا كعلم الفلك لا استرونومي ولا لا جيولوجي ولا إنس وحذ ربي ذقمني وفي أنفسكم أفلا تبصرون إلساقي يتمسلين سبحان الله أم الزغاقي يتميزن ير الصوات سبحان الله أتقن ظني أتصل ذي الصوت أدي ظل فلاني دي هضرنا الصوت تعقلض سيضا غرفال لقم الزغي يتميزن ير الصوات سبحان الله إزري ألن ثقدقي نوعس ولن سبحان الله أنو قال جهاز التنفس النغمشي يخدم كل الأشوغ دي فكا ربي في جنغ أتسوح ضد ربي نفس مقرض كان دقيماني بنادم وفي أنفسكم أفلا تبصرون الآية يجي 21 شديت غل آية 53 إذننا سورة فصلت سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أنه قال سورة الذاريات الآية 22 ربي ذا شدينا وفي السماء رزقكم وما توعدون سبحان الله الرزق النار أمشي في دين زال ربي سجينوان أمشي في اللحني أفي ديسخر ربي سبحانه باش ذي زرع أذي شرز أربدي سرحي ومان أدمغين النعمة ماشي ذا فلاح دي سمغين النعمة إلا وسيث وعام فلاح السمغيد خاطي أفلاح يزرع يشرز أم بعد ربي سبحانه يسرح دي ومان سمغيد النعمة مود مغيارة أفلاح أخي قرن قوال لو كان سنتي سحسافو فلاح سنتي خرزارة ويقارو سنتي زرعارة ويقارو سنتي خرزارة باش نزر النية فلاحا ربي ناد وفي السماء رزقكم وما توعدون مدمغي النعماني اذي روحو فلاحني ادير ثفانتا ثفانتا اذي دمان جر اذي روح اذي مجر ام بعد دياوي النعماني سان نار أدنى مكثي شوية على نوستالجي إيه عندلني نوراني أكل وقت ثمديثة ما دي ديوثو شرقي الزيز ديان هن عاميه الحياة تقين غوت نفتو يارا بلا شكل مزينة قوت عاش لارا نكوني نعاشيت نعاشيت صافي ثورة ما إلا غاد نسمكثي إلا قاغت فهمم خطر غي جبذ أغي جبذ قرن صلى النوستالجي أغي جبذ خاطر أكين عاش زيك الله يبارك والحياة تسعى السر تسعى الفنة ماشي المعنى يسولقاتي كان لا تكنولوجيا هذه عين ربي هذه عين ربي لا تكنولوجيا سون ليميت بلا حدود أمعنى ونفتويرا كان لصل النغ ونفتويرا تاريخ النغ منتو لصل النغ أغي عرق أنوان كني أنوال أنكلاسابل لا يمكن أن نصنف
إلاق دائما نسمكتي التاريخ النار لصلنا الآية 22 وفي السماء رزقكم وما تعادون كاش نهاد نغلغ الآية تقطاس يعني آيات إعجازية ألما دينا ربي سبحانه ذي الآية 55 من سورة الذاريات زاشو دينا ففروا إلى الله نعم يعني مستحيل أذي لي ونذي استخدم اللاغيس وذي غر لا يثقي أتكشميوث الرهبة الرهبة يون الإيمان إذ غدا إلى قد يرول أني ورا يرول أذ يرول غربي سبحانه أذ يرول غربي سبحانه خطر كوني أن نرقل سقوى غروة أن نرول سقيطي جرثيلي أن نرول سيشياض باش نسوامان ندفع القدر بالقدر أن نرول سيلاز غلقوث أن نرول سيله لك غير دوا نفر من قدر الله إلى قدر الله نكون نفر من الأقدار إلى الأقدار ذاقي الآية ذاقي أدخل قنت يون الجو الأتموسفير أرغي السوضا أنفغو نرول أني ولا نرول أربا غدي قار مرحبا يسون الله أسلام أنوان ذي الآية 55 من سورة الذاريات ودوالغ الآية تاقي إن شاء الله في فرصة أخرى أي غردي بغوك الآية تاقي الزرام على جل حاجة واحدة باش أنظر ذا شو قسوى ولاغ ذا شو القيمة إقسع لعقل ذي القرآن الكريم نغذي السنة ننفي وشبيح صلى الله عليه وسلم إذن الحلقة يجي سمحتي الهدف مزوارو تعلمنا الاستقامة في العقل باش العقل نغذي خدم مليح نسعى كل عقول الحمد لله ولكن نفغون الله نفغى أن نرنو يكو ذي ثموسني أراغي السوضا باش العقلاقي أتقرز الخذميس استقامة في التفكير أم بعد أنه قال استقامة قول أولا ذاول لق الاستقامة يخي نحفظ سيمغارا ما ينتقيون رويضة سيني وزنوالي أول ذي الميزان أوزن أولي ما يوزن المعنى سيقعد معنى مستقيم أول أي القرن القبائل أول إفنو تهدو أول إززدي إسلوغو أول إجبر يتروزو أول ورعني أخام ذي السولغ يتساويد شوال يتساويد ثلويث أوال 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 باش كان نفهم باللي أوال إلى قديل مستقيم أدنو غال سين النظام استقامة في السلوك يا أخي الشيخ مريك الملاحظة يوراش إلا وندك فن مستقيم يسعى الاستقامة يسعى أخلاق مستقيمة سوى شو دي وصل الشيخ يوعان يوعاث مستقيم يسعى نلسى زيضان يتقدر الشيخ يخدم الواجبات السيرين استلها يعني حسن السلوك بارك الله فيك صحيح سليمان شهادة حسن السلوك المعنى يس سلوكه مستقيم لذلك كان في صلى الله عليه وسلم يسد غرسيون إنيس يا رسول الله علمني الإسلام يعني ذا شو ذا الإسلام أجي يفكس خلاصة يوم بول إنيس قل آمنت بالله ثم استقم يكفى أول قل آمنت بالله إنيد أمنغص ربي وسري غلا شريك وحدس ثم استقم سقمي مانيك دايا كان والسقمقي السقمقي دي كلش سمحتي دي توشول تنغ دي كفرذان دي كلشي من الميز مرضات زعفض ما هو عضيون يعوش أتفضى أكيد دوبلي قم كان ندوي لقارة كيف الحال بلك ديوي لك سيدة ورعني خمدي السولة أتفض غير مستقيم كي قلق كي أهلك مما إلا أتصلحوا
أكو الناس مستقيمين ماشي معنى يسي لو أن دان غلاضي لو أن دان سقصاري العادية خطر النصوص تتكامل ولا قال نفهم بلي نكون ذي الملائكة خاطي نكون ذي البشر ماشي ذي الملائكة ذين من في صلى الله عليه وسلم ينات ينات كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون يعني ولا شو نغلظارا وين يغلظا هذه ثوف تايا يا اخي قرن استقبالي ربي يعفو يغفر يوين الشظن كملت استغفر نغي وخر روايتان لهانتي سناثا ربي يعفو يغفر يوين الشظن استغفر نغ يوين الشظن يوخر يوخر يعني سكوين يعوجن يغل سافريف والآية ثنات أرجى آية في القرآن ما هي فينا الزرع السيرم ذو قولاون بقض يعصان ربي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ربي السوالي العبادي سيق غلظان يقشظان يرنا غطاس لا تقنطوا من رحمة الله وتسيسترس الرحمة ربي إن الله يغفر الذنوب جميعا ربي عفو ياك الذنوب يرنيس إنه هو الغفور الرحيم ديني مسمنس الآياجي أرجى آية في القرآن لا يكزرعا السيرم ذقولاوان إذن الاستقامة الحلقة اسمه لوقام إلا وين النظام ذا ذي الحلقة يجي المقصود وايض أدن مشتيثة جديث النغ مولا شاغف روح يزمر ديني ونشر أخذ مقصد جديث نكون أقلق ذي 2023 1444 مازال كربو سنة هذيك في السنة الهجرية أنكشم دوك سكواسة جديد الهجري 1445 قريب ذا غادي يكفو 2023 أنعاميه ما إلا نوض 2060 عادي أرنو يسع 20 القرون رزداف عادي إلى قارن غفل في جدي في النق أيغر أخطر ذاي الروج أدعي ذا ذاي الروج ذي الكنز أدن خثير سقي الروج النغ أين أرن السلمذ أين أرن السين وين أرن حرز وين أرن سنرني أثن سنرني أسنف كفوذ وثاقي ننتهي كالتني عدن مثلا أدن هضر ذي المثول كان ذي المثول أي غير دنيا ذي المثول خطر ذا أول وأول ساعة ما زال أنا قال يا أخي السلام يثقفيلي أول يتهدو يفنو يتهدو يجبر يتروزو يزيز ديك سلوغ أول ساعة ما زال إما نقال الشرعي ربي ذا غذر يهضر تفول ينادي سورة إبراهيم سي الآية 24 المثل الآية 27 ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء إلى آخر الآية المدينة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار أم كي تختم يثبت الله الذين آمنوا بالقول أول بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سي الآية 24 المثل الآية 27 رب غدي تمسلي فوال والآية نظنطاس وقولوا للناس حسنا للناس ماشي كان الجيران نغي وثمثا نغي الأحباب لا إني في الدوال زيضا
للناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يناد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وين يمنص ربي يمنص الآخر أديني أولي الهان نغثس اسمي أي خير أي غر باش نحزف أي غر قرن زيكي مغار نحفظ في اللسن إنا كما يفكر بمر اسم سم قرض بلغم يعني عنق الجمل أي غر خطر غزيف مقر أذي عدي تص لسكانير تص غرفال باش هذي وزن أواليس معليش ولكن لا حرج ننادى الآية ثناد ولا ذوني غلظن عادي نغلظن ثوب السلام فقط باش كان نسين تمسلاقي الكلمة أدو غلر في قفايلف أجدين مثلا على سبيل التمثيل مش على سبيل الحصر أشين يغزر في وحديق الزر في وحديق دايا يعني. أفلاحي سنيف نكون يسنيف نحفظي في اللسن خاطر نزرى بلي في حيرين سانت الزرف ذا مشطوح وسعين ترى الحيض يسعن تريسيتي لا لا الزرف كان مشطوح ولا تيبورانزيك الزر ما مكلان تيبورانزيك ماشي ثورس البارودج ارنوياس لي كاميرا ارنوياس الى كلش ثورا نغلا ما يزدغ سيزيام ايطاج طبق وسته غادي يخدم البارودج وهادي خمسه بولت بلاندي خطر يبدل الزمان لا يا كان يقلان ولكن بدي نزر في وحديق المعنى يستبحر ثني الساعة الحرمة ولما الظرف مشطوح إلا قنقدر الظرف النين ما نكش مثال دارف نروح ذي نفقاون أرثمورا النظن وثن السينارة أنطفكاني من النغ الظرف وحديق ثعرفيث حذاري ون السينارة أصلا نكون له حريف انت دارف وثن السينارة مون السينار ثعرفيث نسن الميزان نسن بلا كان الزر انغلي الظرف ننسن انا عفس الظرف نسن اي غريت نعفس يروح على الميزان ومن طفكني من النار ذي حذريا شويط شويط مثل السن انا غالي مكنا من اثني داين من سنيثن الظرف وحديق مرادين مثلا مصرع ذات سوث اول سن معنى يس يثقفيليث ذي لانجويستيك ذي اللغه ثلاث البلاغه أين غرامك ذي الأدب البديع يعني كل جناس الطيباق التورية التشبيه البالغ التشبيه التمثيلي ثقيا كل أنت وقادي غران الأدب زران ثقيا ذاقي لانت أولا ذي ثقفيلي ثنسعة ثنت شوية طبوال أتصل المعنى أكيني غزر أكيني مثرع ذات سوث أتفهمض أتصل الأمور أتفهمض بلي مثرع الثقناوث أدفك الهوى لهو ذمن مثرع الثاسة الرعذان تاسة إما سالفرح إما سالقرح مثرع الثاسة أتوث أدفكي مطاون إمطاون ذمان لهو ذمان أمان أمان ينبوال أشحال معنى أقسع مراكيني لو كان ذي زمي قلسان ثابوت ورسيك ملن قليل وراء لسنا فرنس أول سلم عليس وين تدي بذيازن ديكس فرانسن إيه ذي المثل قديم لو كان ذي زمي قلسان ثاظوت وقسان الكوراج أذي قبل إزم وما في وضع سيزم ما تزمرض أتلصد أخي كي قارن أتلصد وفريكنا سواس الحمد لله ما شاء الله باش نخدم الريزيو مراجعه مما يمسلين ويكس عن الكوراج هذه قافل ايزم ما في وضط ما في هذا الكوراج النظام باش اسدك صدثا ضوط سرزن افرنوس اول سلمعنا يس الحمد لله ميذ فريش ميذ المالي جلسان ثاضوت ذيني مي امذانا لسانا كيفرنياس اول سلمعنا يس أول دنان إلى قد تردي البالك أتفض باللي أدن حيو ثيم سلاقي أكين أذي رحمة ربي ثيم زوري ساعتين قولا إكفى أول المعنى يسعى في الله عما سلف
أذي رحم ربي ثيم زورة يسعد ثين قورة تعدف لنا كورونا لو كان قيم كان كورونا كورونا ونتحرك على إمارة نقوى ذاك الكثرة ذي نغهل حسن ثورة نحلة الحمد لله نسأل الله دوام النعم وتمامها أسيد المكثي الذكرى باش نحمد ربي في الزمرث أنا حمد ربي الأكسجين إني هاو زيغ باطل أكينا ذي الوقت نزرى مامك في قرعتين أسيد نتساغ يون مسكين يتزال أنسى دياوي ثقر عتيفة فاس يتمتساف باش أذير النفس تفيد كورونا يتفقر عتني يتزال باش أذير روح سخام ساو الناس تسابورتابل ناس روح تكنس العقلي كذين لما ناثي وضفا فيس يعني بابك يموت عدنا في التاريخ نعيشي ثاكوة ودن حكويرا في التاريخ نزيك لا التاريخ أجا جديد أنه غال كان كرا للشورة الفير نعاش التاريخ هاكي غير الدنيا ولا هاكي باش كديني غايه مثلا مد نفذر في مسالاكي هذا رحم ربي في مزوره يسعد في نقوره في كل شيء اما ذي الهلاكات اما ذي ثلوفه ورعني الخام ذي السولاغ اما الى اخره هذا رحم ربي في مزوره يسعد في نقوره باش نمقل رزدات نمقل رزدات المستقبل ولا قارني للسجناء الماضي ولا قارن تولي روتروفيزور انلحو خاطي روتروفيزور ني طوموبيل الشوفور نزران كان كادي وتيطيس دايا ولكن تيطيس غير زداف في غاديني يجرو جناكي يدجات جديد اثني دناوي ان شاء الله ذي الدروس قلنا الا وين النظام ادناوي مسائل علميه ان نسقرديش مسائل علميه كل مره ذا شو ذا الموضوع أرنس قردش جيغون ثالويث أرثي مليليث سلام ربي في اللون.